حبيت ناخذ الفرصة التاريخية باش نقدم تصوري اللي قدمته في اللجنة، والزملاء النواب رفضوا التصور هذا. في بداية اللجنة كنا نحكيه على شنو التوطئة، والناس الكل قالوا التوطئة هي مقادمة تعطينا فكرة انه علاش عملنا ثورة، علاش اخترنا مجلس تأسيسي، علاش نبديو الدستور من جديد. وانا مش كنايبة اما كمواطنة نحب نشعر بالعواطف، انه ما بين الجمل نحب نحس الثورة، نحب نحس شعارات الثورة. منهم هما الكلمة ديجاج، برشا ناس كتبوا عليه وعلاش احنا استعملنا كلمة بفرنسية. كلمة ديجاج هي كانت صوت الثورة التونسية في العالم، اما الناس ما فهموهاش علاش، خاطر همية الكلمة ديجاج هي في نسقها مش في اللغة، معناتها بالفرنسية راهو بالفرنسية تنصوا على ديجاج. معناتها بالفرنسية تقولوا ديجاج، واحنا قلنا لها بالعكس بالطريقة أخرى، التوانسة قلنا هيك ديجاج ديجاج ديجاج، بابام 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 بابام، يعني صوت دقاق القلب، هذه رمز، هذه روح الثورة. وبابا بابا هذه اسمها تسجيل معناتها، وبابا بابا هذه اسمها تسجيل معناتها، وبابا بابا هذه اسمها تسجيل معناتها دستور، يعني ما يلزمش دستور مخطط، يلزم دستور موسيقي ودستور مسجل في الكاسات.